يوم القيامة أنت ولي ذلك والقادر عليه. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطبتم وطاب ممشاكم وبوأكم الله من الجنة منزلا، ونحن نعيش معك في هذه الليلة القرآنية عاشت فيها الصالحات العابدات القانتات، وقد لقيت ربها في اليوم الثاني من ايام عيد الاضحى المبارك. اسال الله تبارك وتعالى ان يتقبلها في الصالحين، وان يجعل قبرها روضة من رياض الجنة، وان يلهم اهلها وزويها صبرا وسروانا، وان يبارك في اهلها وزويها وفي كل من شيعها او قدم واجب العزاء فيها. الجمع الطيب الكريم يشارك العزاء في هذه الليلة لزوج الراحلة الكريمة المعلم صبحي غريب، ولأبنائها الكرام معلم غريب صبحي غريب، أستاذ فتحي صبحي غريب، ومشاركين العزاء أيضا لعائلات ندى بمدينة القنايات يشكرون لحضراتكم ولكل من شرفنا واجب العزاء في هذه الليلة القرآنية. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، شرف المكان وشرفة الليلة بعلمين من أعلام التلاوة بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي. نسعد الليلة بسماع العلم القرآني والكتب الإذاعي والقمر النوراني فضيلة القارئ الإذاعي الكبير الشيخ مصطفى إسماعيل، قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي بمصر والعالم الإسلامي، والمقيم بمركز ومدينة الزقازيق الشرقية. وشرف المكان وشرفة الليلة بفضيلة القارئ الحبيب الشيخ محمد أيمن عبد العزيز، أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيه وأن يرفع شأنه بالقرآن، قارئ جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي، والمقيم بالسناجرة مركز أبو حملاد شرقية. وشرف المكان أيضا بالصالح وابن الصالح سماحة الدكتور حاتم عمر الفلكي، عضو لجنة الفتوى بمحافظة الإسماعيلية، أسأل الله أن يبارك فيه وفي والده وأن يمدنا بمدد آل الفلك الأكرمين، هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الكرام، أشكر لأصحاب السرابق المقام معنا الليلة، السيد النحال بالزقازير، ولصاحب الهندسة الكهربائية السيد أبو ضلوع وأولاده بالزقازيق، وأيضا لصاحب خدمات الضيافة المتر إبراهيم حسن مشكور القاضي، ولصاحب هندسة الهواء والتصوير معنا الليلة، والمبدع في إخراجه في الليالي القرآنية عبر شبكات الإنترنت العالمية، مهندس الحبيب أستاذ ناصر صلاح. أسأل الله أن يبارك في الجميع وأن يوفقنا الليلة، كما أقدم الشكر لعميد الصوتيات الشرقية الذي شرفنا في هذه الليلة القرآنية، المهندس الحبيب السيد شحتة أبو بكر والمقيم بلايوس مركز زقازيق. أيها الإخوة الأحباب، نبدأ هذا اللقاء بتلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا علم الإذاعة المصرية، ذاك المعدن الأصيل والصوت الجليل.
والخلق النبيل، ألا وهو قارئنا وشيخنا فضيلة القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل، قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي وسفير من سفراء القرآن الكريم بمصر للدول الإسلامية والعربية، والمقيم بمركز ومدينة الزقازيق الشرقية. أدعو فضيلته الآن إلى منصة التلاوة ليشدو علينا بصوته الذي لما تيسر له من آيات المولى العلي. أسأل الله أن يشرح له صدره وأن يوفقه في هذه التلاوة القرآنية المباركة، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. يتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يجمع الله الرسل فيكون ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا، فتنفخ فيها فتكون طيرا.
عليك
علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل تخلق من صبي إذني
كففت بني إسرائيل عنك إن جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا قال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين ربك أن ينزل
السماء قالت تقول سبن مريم اللهم ربنا قول عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا قال عيسى
جبل معايا اللهم ربنا قول عيسى ابن مريم اللهم Yeah.
ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت. قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت إلا
Yeah.
صدق الله العظيم. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. لله قوم في القرآن قد ضرعوا لما خصهم ربهم بالفضل قد صبروا هداهم الله للمائدة فمنها قرأوا. فتح الله على القارئ التقي والقلب النقي والصوت الذي ويسر الله عز وجل له الأمر في تلاوته إذ كانت التلاوة من خواتيم سورة المائدة. امتحن بها ذاك المعدن الأصيل والصوت الجميل والخلق النبيل ومن أعلام الإذاعة فضيلة القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي بمصر والعالم الإسلامي والمقيم بمركز ومدينة الزقازيق شرقية. أسأل ربي أن يحفظه وأن يشرح صدره وأن يديم عليه نعمة القرآن إلى يوم القيامة، هو ولي ذلك والقادر عليه. في هذه الليلة يصحبنا فيها من الهندسة الإذاعية المهندس السيد شحتة أبو بكر والمقيم بنيوس، وأيضا من السرادق المقام ومخازن الفراشة الكبرى حج السيد النحال من الزقازيق، هندسة الكهربائية الحديثة ومحطات الديزل العالمية والمتنقلة عبر محافظات الجمهورية والتي تدار برعاية حج السيد أبو ضوء وأولاده بالزقازيق، وأيضا من خدمات الضيافة يصحبنا المتر إبراهيم حسن والمقيم بمشتول القاضي، ومن هندسة الهواء والتصوير ومبدع الإخراج بالليالي القرآنية عبر الشبكات الإنترنت العالمية المهندس ناصر صلاح والمقيم بمركز ومدينة الزقازيق. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، برقية إعزاز وتقدير وشكر نقدمها لكل من شرفنا واجب العزاء باسم زوج الراحلة المعلم صبحي غريب وباسم أبنائها الكرام معلم غريب صبحي غريب أستاذ فتحي صبحي غريب، وأيضا باسم عائلات ندى بمدينة القنايات يقدمون خالص الشكر والتقدير لكل من شرفنا واجب العزاء الليلة. نشكر لحضراتكم جميعا وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل سعيكم مشكورا وذنبكم عند الإله مغفورا وأن يجعل خطواتكم هذه في ميزان حسناتكم، هو ولي ذلك والقادر عليه. شكر الله سعي الجميع.